تلقى حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقيه تهنئه من الفريق اول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى بن سلمان ال رئيس الحرس الوطني رفع فيها الى مقام جلالته السامي اسم التهاني والتبريكات بمناسبه منح جلالته وسام الاستحقاق برتبه قائد اعلى من فخامه الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحده الامريكيه تقديرا لجهود جلالته في توطيد علاقات الصداقه بين مملكه البحرين والولايات المتحده الامريكيه واكد سموه في البرقيه ان منح جلالته ايده الله هذا الوسام الرفيع من فخامه الرئيس الامريكي يعكس مكانه مملكه البحرين الدوليه بقيادته الحكيمه حفظه الله ورعاه ولما يحظى به جلالته من تقدير رفيع لانجازاته الكبيره وتقدير لجهود جلالته الواسعه في تعزيز افق التعاون المشترك مع الولايات المتحده الامريكيه الصريقه بما يحفظ الامن والسلم الدوليين ويرسخ الاستقرار والنماء والازدهار العالمي داعيا الله العلي القدير ان يحفظ جلالته وان ينعم عليه بموفور الصحه والسعاده وطول العمر سالما موفقا